اللوكال انفورميشن حاجه، اللوكال انفورميشن حاجه. اول حاجه ما عندنا في اللوكال انفورميشن هنحط عايز نفكركم ان دي كيس اوف اوردر نون ريسك بانك اكسس او اللارم. انا هاخد الريسك ده بسرعه عشان تفتكروا. سمير انت عندك كام سنه؟ 25 سنه. مش انت جاي اشتغل يا سمير في الفتره دي؟ ما كويس. اشتكي من ايه؟ صحه قلبك. صحه قلبك. بدات انت معاك صحه الناس اللي مع بعض 20 سنه. طيب طبعا هذا مره واحده تدريب مره واحده. بيجي له عليكم قبل كده بيجي له تدريب. بيجي له تدريب. لكن انت تقول لي مره واحده تلاقي معاك جراد بيجي له تدريب. جراد الاوف اند بروفيشن كورس بقى 20 سنه. طب قول لي البلغم دوت الكحه ليه علاقه باي وقت؟ بيجي له النهارده على جنب الشمال. بيصير نهار وعلى جنب الشمال، ينفع جنب الشمال. البالانس قد ايه يا زميلي؟ كوبايه كده. طب لونه ايه؟ لونه دي ريحه؟ ريحه كويس، ريحه وحشه يعني ولا ريحه؟ دي ريحه وحشه. طب قول لي عندك اي حاجه تشكي منها تاني في تدريب؟ في تدريب عندك؟ ده انا معاك كام سنه؟ 20 سنه. تدريب بقى 20 سنه. طيب قول لي ده دي لما يكون معاك على طول ولا على فترات على طول؟ على طول عايز. طيب قول لي يا عندك مهاجان؟ مفيش مهاجان خالص. عندك عمر تحيه دم؟ ريبيت برامج؟ جنب في المجر؟ بطل تنزل عليك؟ جرايد؟ خالص؟ لسه تسجل فرع ايه؟ ولا بيد؟ لا. في عدد من ديت 300؟ لا. خالص؟ سرعة الكهرباء؟ في هو اللي بدأ؟ طيب عملت ايه في الفاضل؟ عملت مكان انتشار تحليل دم، عملت انتشار في الفاضل. طلعوا ايه؟ تلميذ ولا جديد؟ ده تلميذ مش جديد. طيب ماشي على علاج ايه؟ التمانينات، انتشار وصحة وعلاج التمانينات والحيوي وقت اللزوم لما يسكن قوي يخش بروتكشن. عملت ايه علاج كده؟ عندك حساسية زي دم؟ الشدة ده طبيعي ده الكتر النورمال شيب الكتر الكتر يعني ايه؟ يعني عندي انا بيكون دارجة وعندي ترانزيرس النورمال ان ترانزيرس اكبر من انتروستير بالنسبة لهم يا جماعة 5 انتروستير و7 ترانزيرس اول ما يحصل في القديمة ايه اللي يجيب؟ الانتروستير ده يحصل في الجيب ويتحول الشكل الى بارد شيب بارد شيب هنا يا جماعة الجراحة ادي جراحة ترانزيرس أربع شهور بتتطور عشان تطور كويس. أدي ترانزيل وأدي وأدي أنتروستيو تقريبا يا جماعة تقريبا يعني نسبة ريزيرف طبيعية تمام؟ رقم اثنين سيمتري، والسيمتري بشوفها من رجل العيان، دي تاني مرة نقط تاني مرة نقط رجل العيان، ونبص كده. نحسبها لبعض، نحسبها لبعض. مش كده يا جماعة مش اثنين؟ تاني مرة بعد الفريق وده الفالش بتاع كارديولوجي. رقم ثلاثة بشوف حاجة مهمة جدا اسمها بالبيشن بالبيشن ثلاثة بالبيشن أربعة فين أمان البالبيشن؟ رقم واحد اللي جنب البالبيشن أنزل كده أقول له وقف يا أنت وقف راسك فين؟ لا وقف نفسك فين؟ كل شوية طلع نفسك ما تطلعش دي حاجة مهمة شوفي يا جماعة لما وقف نفسك زي عيان ما تطلعش خلي بالك في بالبيشن لسه حاطط ايديا ما جنبي زي حاجه كده انت ازاي؟ خلاص بص كده وقف نفسك مفيش حاجه ثالث حاجه دي برمونه ازاي تبص على البرمونه دي؟ ادي السوبر ستيرنر ادي الستيرنر انجل ادي الستيرنر انجل ادي سكند دريب ادي سكند سبيس ادي ما برمونه وقف نفسك مفيش حاجه نيجي للبوزيشن في الديفاين لازم يحط شوف تراكات تعالى طبعا هنا يا ادي يا جماعه العين اهو شايفين عندنا اثنين تنس وترتنوم كويس التو تنس وترتنوم كويس الاثنين زي بعض اذا التراكيه ايه سنتر
لو في سنتين جاي ورا التركيه كده يزود التركيه قدام بروجكت قدام فبنسميها هاد الساين تريد ساين او ستيرومسكوب ساين. تمام؟ واضح الخمره. ثم بعد كده عندي الشيت اكسبانشن. الشيت اكسبانشن او الفند موفمنت بشوف انها حركه بطن خد بالك كده نفس. انا بالنسبه لي يا جماعه يعني الى حد ما نورمال شيت اكسبانشن يعني مش لابس منتج زي كده مش لابس يعني بيتحرك كده يعني بيتحرك كده اوكي يا جماعه يعني بيتحرك كده. طيب بعد كده يا جماعه هنتكلم على ايه؟ بعد كده عندنا برضه حاجه اسمها ليتل ساين. حاجه اسمها ليتل ساين. ايه ليتل ساين دي؟ كلنا عندنا ليتل ساين واحده رفيعه شويه حاجه اسمها ايه فايراكشن سندروم. اي حد عشان يحط في المراية هلا يا جماعة انت بتوصل للبيت بتتيح دي بريشر بريشر بتتيح بتتيح من جوه دي اسمها يا جماعة اسمها ليتل ساين. طبعا ايه نيجاتيف انترا بروست. تمام؟ طيب ايه مشكلة حاجة الاثنين؟ اما اكشن يا اما اكتشري اكشن او اكشن ليتل ساين دي كده يا جماعة او في جلوبال ديفيوجن. طب اكتشري دي بتبقى ايه؟ لو عندي هو دافع نيك بريشر لما اعمل نيك بريشر تضيع قوي. امتى اعمل نيك بريشر تضيع؟ لما كنت انا بتعمل. امتى اعمل كده يا جماعه؟ لما عندي اير واي كومبرشن. عندي اير واي ده تيم دي مثلا حد من دي. طيب هنا يا جماعه خد نفس كده خد نفس مش نورمال عادي مش ولا اكل ولا احنا يا جماعه بنتكلم على حاله عشان انت اول مره تيجي انا عندي حاله يا جماعه بالظبط وارجع في الناحية دي. خلاص؟ وارجع في الناحية دي. بعد كده اتكلم على اخر حاجة الانسبكشن هي السكيل. هل في غيرات زين؟ هل في بيجمنتيشن؟ هل في سكار؟ نو سكار؟ نو غيرات زين؟ نو بيجمنتيشن. اوكي؟ دي رقم واحد. ده الانسبكشن. طيب رقم اثنين بارتيشن. بارتيشن من ست حاجات هكونفيرم وات السكيل في الانسبكشن وثلاث حاجات زي ايه الحاجات اللي معاك انفورميشن البارتيشن والبوزيشن بتاع الاساينمنت والشيب اكسبانشن. وفي ثلاث حاجات هو التركيه اللي هو الاكسبرمنت والكابتايل بوك الريفرنس والادمنتيشن ساوند زي الباور والادمنتيشن ساوند. اول حاجه بنشوف البارتيشن. طب ايه بعمل ده مع البارتيشن؟ بعمل كده بشوف معاه انا فين بحط ايه كده واخر حاجه اقولها له بوقف انا. دي حاجة بسيطة من تحت. جاب الأبطال الأول وجه الصور مع الأحسن. رقم اثنين الإبدا بعمل إيدي كده عند الإبدا. يا مش حاسس ضعيفة أعمله إيه؟ نام على جنب الشمال أبو سمرة لما نام على جنب الشمال مش حاسس وقف نفسك إن فول إكسبريشن خرج النفس وتخش نفس. يا ليه الدنيا كده؟ طيب طيب وهي ما عرفتش معاك في الديبريشن تبدا ما تقدرش تبدا تقول له هواء ميه فات هواء ميه تمنع هواء ميه تمنع هواء قديم ميه بلورال فيوجن او بيكاردال فيوجن ده بتدي اصلا اندر او لو عندك تو كام مفهوم. طيب اخر حاجه اسمها البلمونري ايجنت كده ازاي؟ قال لي سوبر سكرين ماتش اخد نص مره الكاميرا سوبر سكرين ماتش واعمل كده مع سكرين انجل سكند ريت تحت السكند ريت سكند سكيل صباعي كده وقف نفسك مفيش بلمونري ايفولتش. ثم بنيجي على التركيه طبعا تاني ابو سمره بعملها ازاي يا جماعه؟ بحط ايدي فوق دماغي العيان ايدي الثانيه بحاول اني اغلب صباعي بين السبيرتوم السايد والتركيه كده وكده والتركيه يا جماعه ان ضفر فين؟ ضفر البطن. تمام ليه الجماعه هنا دخل قد هنا؟ اذا التركيه ايه؟ سنترال تركيه. حلو الكلام. طيب بعد كده يا جماعه بنتكلم على الشيب اكسبانشن. الشيب اكسبانشن اللي انا هختار حاجه اسمها سكين فوز. مبدئيا يا جماعه سكين فوز ده بتتعمل سوبرا ميموري وميموري وانفرا ميموري. سوبرا ميموري ازاي؟ بعمل طبع كده في بعض طبع كده في بعض من غير فوز سوبرا ميموري ويحل ده مع كلابيتي. بصوا ازاي؟ الحين ده مع كلابيتي وبعمل كده نفس جامد جامد جامد
بيتحرك، بس يعني نوع ده هو جسم صغير شوية. طيب تاني حاجة الممل بتعمل فوق نفس شكلين ما بتتحرك، ده ممل انفرا ممل اهو نفس شايفين يا جماعة بيتحرك، ده ايه؟ سفرا ممل وممل وانفرا ممل. الباك ازاي؟ هو اللي اتحرك وليه اتحرك؟ تعالى محمد صور المرة بعمل ازاي يا جماعة؟ اهو لا لا اهو ماشي نفس نفس جامد شايفين يا جماعة بيتحرك. طبعا افترض ان الجسم يا جماعه والبادي مان دي بتاعته كويس ماشي. طيب يبقى احنا عندنا البوزيشن والبوزيشن والبوزيشن نقطة حاجة زي أول حاجة دي اسمها سيرفيس بعمل سيرفيس أوفر سيرنم وعينيا على وش العيان نو سيرفيس على السيرنم سيرفيس على الريسك والكلاسيك والعصب نو سيرفيس ترجع من كتر الثقة اللي كانت شايفين يا جماعة بص على وش العيان مش حاجة ايه اللي بتقدر تسيرم؟ لما تقدر تسيرم ايه هو؟ اليوكيميا البرايم على اليوكيميا او الدنيا عموما صح؟ تقدر ريب فراكشر ريب فيشر ريب عنده اوستيو ماي لايف اوستيو ساركوما اللي هي بتقدر في الكوتا الفيتس اللي هي بتقدر في الكوتا الفيتس مايالجيا وبلوز. طيب بعد كده هنتكلم على بعد كده هنتكلم على مرمى تقريبا اختبار واضح يا جماعه انا عملت ايه سوبر ميموري ميموري سوبر ميموري قارن ده اوفر بار خلاص يا جماعه ده اوفر بار هنا اوفر هنا ده اوفر ليه يا جماعه اتفقنا يا جماعه ان جميع امراض الصدر بتقلل الهيبوثايرويد فوكال بريمتال اكسبت 3 تي كابيتيشن وش بتيت كل الديشن هيمونيا والكلاب البيتا بروكس مع كلاب المتفق فاكس ليه اجمع عن دي الأمراض؟ لا تتوصل الصور خلاص؟ الباك دي الباك بس اللي هو فرنكس ما هاش تانية نعملها ازاي؟ سوبرا سكابلر أربعة أربعة انتر سكابلر ما بين السكابلي هنا ممكن احط كده قول مرمى انفر كابلر مرمى سهل يا جماعة في مشاكل؟ طيب قول هنا وده اول فاينل عندنا اخر فاينل معنا حاجة اسمها بالبول ادنتيشن ساوند بالبول ادنتيشن ساوند ان هما ياخدوا النفس من غير ما يكلموا هنا يا جماعة حاجة دي بالبول قوي وعنده الوجه في منها بالبول قوي محسوس قوي خلاص؟ يبقى انا جماعه فتش اسمي ايه ده والله الدكتور عنده رجال فتش بروتوكول طب هو كده تركيا سنترال شيء اسباني في اكسبتد مش قوي قوي في اكسبتد ليه عنده يا جماعه فتش بروتوكول بريمس اعلى في السوبر مامري مامري الحقن الاكزيلاري ليه عنده بطل بروتوكول في الناحيه نو تندر ليس شايفين يا جماعه الكلام ده هنا الدكتور نيجي للتفتش اول حاجه الكشن يا جماعه بعمل الكشن قلنا الموضوع ده اعرف ان في انا اللي كان عندي وشكلنا فيه لازم الكشن يا جماعه لازم يعني الليفر ازاي يقرب بقى السوبر ستير ماتش اد ستير انجل سكند ريب سكند سبيد بعمل مع الليفر ببدا من ثاني سبيد وبنزل موازي للليفر ريزنال الصوت عم بيتجه عندك كويس التالي خد نفس جامد سميه طلعه خد نفس جامد يا جماعه اللي بس خلاص تمام
نيجي بعد كده يا جماعه نعمل ايه؟ نعمل الشيست شيست وور لاف لا لايف بيركشن الست الباك باي هيري بيركشن عشان تك مصر. اعمل ازاي يا جماعه؟ رقم واحد ببدا قدام في الميد كارديكال لاين في الجنب الميد اكزيلي لاين ورا حسب ورا كام فيت قدام ازاي؟ ببدا بالكلاسيك وشك الناحيه دي كلاسيك دايركت بيركشن كلاسيك اللي هي شايفها طبعا عندك الناحيه الثانيه بايس بيركشن ثم انفرا كلافيكل تحت كلافيكل ثم سكند سبيس ثالث سبيس رابع سبيس خامس سبيس سادس سبيس ماشي؟ طيب بعد كده اول حاجه يا جماعه بنعمل سوبرا كابيلر انتر كابيلر انتر كابيلر سوبرا كابيلر كده ده سوبرا كابيلر اهو انتر كابيلر بضرب في لاين الخباره في التبر لاين بضرب من 2 ل 6 او من 2 ل 8 او 2 ل 10 طيب ازاي اوصل الاثنين نازل من الكمير جامد جامد على الاخر بعمل كده 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 شايف يا جماعه اهو اهو شايفين المنظر لغايه ما اوصل يا جماعه لاكبر عظمه دي سي 7 تحتيها تي 1 تحتيها تي 2 واعمل كده يا جماعه بكمل يا جماعه لغايه 10 او لغايه 6 طيب بعد كده لاين بعمل حاجه اسمها عملنا سوبر سكابلر انتر بنعمل انفرا انفرا ازاي؟ انفرا عن طريق لاين اسمه سكابلر لاين اين سكابلر لاين هو اللاين اللي بيمشي في الانجل اوف سكابلر ادي السكابلر يا جماعه الانجل بتاع السكابلر ازاي بقى يا جماعه؟ بعمل كده اجيبها افرض مش عارف اجيبها ارفع ايدك لما رفع ايده يا جماعه بانت اهي فبعمل كده ايدي بالعرض تاني ده يا جماعه 7 سي بنزل العاشر تعال معايا من هنا لغايه 10 طيب عندي مكان سبيشال تو سبيشال اريا معلش لما يفتح عليك تكييف ايه العلاقه بين الكفرات دي ايه معلش استنى عشان ناخد عشان انت عايز انت عندك معاد عشان ناخد سنين بدل انت ماسك كده فيها نص ساعه كده لا عشان برضه اعمل ايه اختك برضه معلش يا فندم احنا فاهم تكييف اهو عشان دول اخواتك صغيرين طيب اول اريا يا جماعه بتاعت الامتحان بقى اسمها كرونيك ديزموس اين كرونيك ديزموس تعالوا اقعد كده اول سمير
عبارة عن أربع نقط. أولا هي الـ area of the lie, الـ epit of the lung أو lung. عبارة عن أربع نقط. أول نقطة اسمها sternoclavicular joint. sternoclavicular joint. النقطة الثانية C7. بين النقطة C7. النقطة الثالثة على الكلافيكل الجنكشن بين الميديال تو ثيرد واللاترال كلافيكل. ميديال تو ثيرد واللاترال كلافيكل. النقطة الرابعة على الاسباين بتاع الكابيلا ادي الاسباين. ارفع ايدك على الاسنان ادي الاسباين عن طريق بقى الميديال وان ثيرد مع اللاترال تو ثيرد. الميديال وان ثيرد مع اللاترال تو ثيرد ادي الاسباين عظمة هيك معايا. لو انا قصرت الجينات كلها مع بعض معلش يا سمرة كل دي اسمها يا جماعه اسمها الكرونيك اسمها دي اريا اوف اللاي الايبت ظلام ودي الاريا الوحيده في جسم الانسان اللي بتعملها البركشن فروم دال تو ريجمنت كده ايضا من جوه لبره او من بره لجوه. من بره لجوه اهي لايت بركشن بره ريزونانس او من جوه لبره ريزونانس ونعملها في الناحيتين من ورا العيال خلاص في ناحيتين من هنا وهنا اسمها كرونيك اللي هي مثلا رقم واحد ايبيكال فايبروزز تيجي فايبروزز فاكتوس تيومرز اللي هو ايبيكال كونجيكال كارسوما كل كده النمونيا بيسموها تريدنزا النمونيا ايبيكال كولابس ايبيكال كونتراكشن انتست بلورا ديفيوجن عنده ثيكنينج في البلورا. طيب هنقوم شويه بتفصيل في الاكس ريز نام بقى وسمره عندنا حاجه اسمها تروب ستاري والاريا دي من الاريا اللي الـ A في الـ Tunnel of Stomach. فين مكانها؟ Troops Area. Troops Area هي مواعيد ايه؟ مواعيد السعر. لو دخلت 6 بخرج 8 دخلت 6 بخرج 11 ازاي افضل من 6؟ 2 3 4 خامس كده ايضا ان اخد خامس سبيس او ريبل تحفيز خامس سبيس تحفيز السرد ادي اول نقطة يا جماعة في الميد كافيكا اللايف. بص يا جماعة نعمل ازاي؟ دي نقطة الأولانية لما خامس بيت لما خامس بيت بطلع في الثامن 6 7 وامشي مع ميديا شوية زي ما أسلم ده 6 ده 8 8 هو جماعة كده راح طلع فوق يبقى يحتاج 9 8 هو جماعة مش فوق راح طلع فوق يبقى يحتاج يا جماعة دي التاسع في المئة أجزاء الغيب ده التاسع سيدة 12 و 11 ولي 11 ريبس 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 أمور أربع خامس لو وصلت يا جماعة مع بعض كده ماشي ماشي لو انا عملت كده يا جماعه دي اسمها تروب ستيب دي المنطقه اللي بتطلع الفندق في الصمت بنعملها ده في الكشف حاجه من طريقتين ركزوا معايا ركزوا معايا بعمل كده انت واكل؟ واكل اول ما امبارح في الترين رنة قد يعني نورمال في التنانس بيجمنت نورمال في التنانس بيجمنت اللي يخليها ضغط رقم واحد فول ستومك اثنين جلسة تيومر ثلاثة هيباتو ميجالي أربعة سبين ميجالي خمسة حاجة من تحت الأفاكس في البريجنانسي ستة بلورد والطول الانفرميشن اني اعمل كده كده بيس بيس صح او اني اجي النص وامشي فوق وامشي تحت وامشي كده وكده الحاجة اللي حتى عملها مع الفوكس لان مش محتشف لان هي حسن الامر هي أبني لان عملنا سؤال الأبني أنا أقول لك هو أنا عشان أحسن الفريق لازم يكبر كم مرة أديه كم مرة بمرة طب ايه اللي بتيجي له مرتين؟ اكيد ازاي؟ لو الاثنين كده مرتين شغلهم بالبربيشن ممكن يجيلهم بروكشن واسبوع الجاي يا جماعه تحط الفرق للبوظه يعني مفيش كلام. شايفين يا جماعه مش ازاي يا جماعه؟ بمشي كده.
طيب ماشي يا جماعه بمشي كده خلاص. طيب بعد كده يا جماعه عندي حاجه اسمها ايه؟ اسمها البيج اريا. ازاي البيج اريا كده؟ البيج اريا ازاي؟ البيج اريا هي منطقه اوفر لاي، هي طبعا جزء من الالف او مرايه سيركل نوت كفر باي اللانجر. طب فين مكانها؟ هي مكانها رابع مكان من السيرك الى فرس سيرك. هنستعمل معاها برضه القلم الاحمر البيج اريا. ادي يا جماعه 2 3 4 5 انا عايز بقى 5 فيت. طب 5 فيت من الاسترنال الى البار الاسترنال. ادي يا جماعه رابع وخامس فيت. هي المنطقه بعملها ازاي؟ باي لايت ولا هي الكشن لايت والكشن؟ اول ما اقول في رئيس الامتحان اعمل ايه يا جماعه؟ احفظ كده واعمل هي نورمال في الاريا ان هي يا جماعه ريزنس. طيب في الاديما ما فيهاش رايت افكت بس لها ريزنس. اذا عنده رايت افكت لما يجي الرايت افكت تكبر الحته دي تكبر الحته دي ظل تكبر الظل. ادي البير اجي السماعه يا جماعه. لو انا جبت السماعه عاوز اعرف هسمع ايه؟ طبعا انا رقم واحد في كومنت على البير انت فعلا ان جميع امراض الزلزال في البير انت تقدر ميلاد او فايلات حسب المرض. طيب اللي انا اسمعه ايه بقى؟ انا بص احط سماعه كده اول وصلت السماعه حط سماعه فين يا جماعه؟ رقم واحد فده سوبر ميموري ميموري انفرا ميموري ابر اكزيلري ولور اكزيلري في الباك سوبر سكابر انفرا سكابر انفرا سكابر. بعمل كده نفس انا يا جماعه سمعت هنا وهنا وهنا. لقيت يا جماعه ايه؟ لقيت تحت في ديزيرفا كبيره وفي ويز في ويز والويز يا جماعه ممكن يتكلم ديزيرفا في دلوقتي. تم دخل ديزيرفا بريدنج يعني مع الكوريشن في بس في ويز والويز ديت تفلن رفيعه قوي. انت بتقول لك عم حاجه من شويه اللي فاتت لا عندي هنا تفلن رفيعه قوي موجوده تحت يا جماعه وما تتغيرش. اذا الويز كميه عارفين المكان هنا تحت الزمان وانها انها تبدا تفشع خلاص. طيب النية يا جماعه لما يكون لما يكون الهيد يا جماعه ابر ان ابر او سوبر ابر سوبر ميموري وميموري وابر ادلري تبع بروكيا يعني بتتعمل ازاي؟ سو فيري هولو فيري ديب فيري هولو فيري ديب خلاص. تاني حاجة في جاز في جاز أتأكد إزاي؟ أتأكد إزاي هو برونكيال؟ أعرف إن برونكيال رقم واحد إن أقارن بينه والتركية تقريبا زيه رقم واحد. رقم اثنين إن أنا حاسس إن بوكا بينه إن يقول أربعة 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 سبعين يقول أربعة أربعة نان 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 أعلى هنا اسمها إيه يا جماعة؟ اسمها برونكوفينج. تاني 4 4 4 4 ما نعرف اعلى هنا اسمها بروكو. في طريقه كده اسمها ويست فرينج سبكترولي. ازاي؟ وش مشكلة؟ اعلى هنا اذا ده بروكو جميع طرق البروكو فرنسا كان دايما عملت البوكو ريزر سواء كان البروكو او الويست فرينج سبكترولي عايز الناحيه دي. اذا عموما سامع يا جماعه سامع كول بروك بجيب تفريدي الجدة فين يا جماعة؟ معاها ويز ست لاند وتحت وكفاية هي سبع بروكيا فين على فكرة الجاب واضحة هنا الجاب واضحة هنا الفرق معاها في فرق الاكسبريشن ويز اكسبريشن. ثانك يو سو ماتش اوكي.